عين على خدي تميل والعمر طويل. حلت عينينا صغار والضحكة ديما في الفم، تربينا في اللحكم بين أصحاب القوة لو فينا نمشي في طريق الصواب فينا اللي تعدى الباب. الدنيا اللي قطع لي وقرار الدنيا ألف حساب وفهم. شكون اللي كبر وتغرب المظاهر ولا ما عادش يفرق بين الماسخ بين الطهر. وقت اللي العين تتحل بنات حومتي ما عادش تحكي مع العباد الكل اليوم. بدي الجيران ما تدوي كان على البراني يبو خلال ودار وبرشا فلوس عايش هاني. واللي خاف على شرفها ولا يسقفها من قدام عين ود الغون يخطفها. قداش من مره يراها والدمع على خاته تميل يدير من عينه النوم يبات يحسب في نجوم الليل. قداش من مره يراها والدمع على خاته تميل يدير من عينه النوم يبات يحسب في نجوم الليل. قداش من حكاية بدات بخسرة فيت بفيار. قاعد نشوف في الليبخين شوف قداش من نتين قداش من محكوف في بيت بلامي عدي سنين. شوف المتحيل ديما يخرج كان وقت الليل يدقل. قداش من ذراع ورجال تتهد قداش من يد بالحرام تتمد. كي تسأل كي تسأل تسمع ملزوم اخطاني بربي خويا من كلامك المزموم. شنو يتخلص اللي عليك؟ ما عنديش توا، شبيك تمرج؟ نمرج قاعد هوني تاكل وتشرب وتلعب مصيبة هي كله بالكريدي. صاحبي راك ما نحبكش توحل معي. بي بي ماشي لي توا تنصرف من بعد. سنتش بيبقى جاوش كونها السون طايحة كان كلمتني قبل مانيش وحدي بدلت لي كوردوني كل هذه الموت باس جديدة كفا ما حاجة كلمني. علاش فما وجعتني؟ السيد المجدود تكلم حبك شد دار تنقص من خلط الزايدة. شكون هذا؟ صاحبي قديم كليون. عندك ثقة فيها؟ تحت الصبات على عينيك وسكر فمك ونقص من خلط الزيت. هاي ثم ترى عندي برشا مريتوش علاء. المرة اللي فات ما عجبنيش درك كيفاش قاعد يعمل كان يحل الفم وتون توزرو. نتوزرو؟ اش مدخلني انا؟ اش مدخلك؟ تعرف مليح اش مدخلك؟ تحكي على عماد؟ زوز من صحابك رقبتي معونة في كلمة منها واحد يحل فم ونعيطك تونس لي الحبس. تعرفني نموت على الناس. اخي شبيه اختك من اللي جيت دامس وهي راكده ما نعرفش زعما
الطفل اللي حكيت عليه هرب عليها؟ لازم. وش بيكي كلمة وقص؟ فديت كل يوم نفطر ريسة وعظم قريب نولي نقاقي. دقيقي لنا واجدة ودركت عليك. تحط أختك ظهر لي ما عندهاش، كان جا عندها راهي مدت وحد. تقعد هي شد الفرش نهار كامل بحكايتها الفارغة، ما تخمم في حد. نقولها نمشي نشوف خدمة تقولي لي قرايتك. منين قرايتي وانا باش نموت بالشر؟ باللطف على كبدي من الشر، باللطف عليك. الهام تعرفيش كيفاش؟ شوفي حانوت الحجامة هاو سيف تو بالك شد دخلك معاها صانع. اما ليه نخدم عند حجامة؟ لما لو اشتاتي خدمي مديرة تنخمم نقولك. ايش قالوا له تو؟ يا قالوا باش يلموا طرحه اللي بلغ عليه ومو ياخذوا اخوانه. هيك هم انا باش كونسيو امره. ان شاء الله فريد حتى هي دار ولات كي جبان. اي مات سافا؟ ان شاء الله لاباس. فريد تحب نعاونك في حاجه؟ شنو بلا؟ عشتك بفلوسه؟ اي نخدم وخلصني. بلا يا بنتي قلت له نخدم، مش خدمه تعبنيه تاعك. امان فريد. ما عندي إيش خدمة شنو؟ تو يجي منو عارف كيفك أنت مصايب خدمتك قاعدين ناضي بصدق. يوريني قدك تريح. ما كاركش شكيت. تو عاد يحب له باش يخرجوه. ولدك يحب هكا. عنده الحق طفل صغير ومازال كي حد ساكو في الدنيا. أعطاني درس حياتي، المبادئ ما تتجزأش، الحق حق علي وعلى عائلتي وعلى خدمتي. وعماد عنده الحق باش يدافع على روحه ويشوف اللي مرمدوه ودخلوا فينا غول المرمين في الحبس في بلاستو. تعبت سيد أحمد، تعبت وما عادش نجم. الصبر صافي الصبر. ما عادش عندي صبر. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا ربي. سي مستا عصام سدام مرحبا بيك. عايشك بس تفضل. عايشك بس تفضل. تفضل المدام. شرف اسلام المدام. مرحبا ان شاء الله هذاك حد الباس. عايشك كثر خيرك. تفضل سي مستا. علاش ما قلتليش؟ ايش تحبني نقول لك؟ بعد اللي عملته ما عادش عندي وجه نقابلك بيه. كارك رقدتني من اول ما صارت الحكايه. ولدي عماد في الحبس وباش بالدروك ما كانش عندي وقت باش نخدم. من بعد فقت على روحي. واش عملت توا؟ نقصد كيفاش ناوي تعيش؟ ما نعرفش، عندي شويه فلوس مخبيه قاعد نتصرف فيها. ولدي شوقي يعاون شويه حتى وين يعمر بيت ليلة. ما نحبش نخدم في حتى شيء الا في ولدي. يعطيك الصحة يا مدام. سلام. تحتاج لأي حاجة أنا موجود. ما نجمش نقول لك أرجع خاطر اللي عملته موش سهل. أما نجم نعاونك في أي بلاصة أخرى. بارك الله فيك. من غير مزية. نجم نطلب منك حاجة؟ تفضل. إيه. ماذا بيا تعاود إكسبرتيز؟ وتحل أنكيت في الدوسي بتاع زكريا الفاني. ما غير ما تقول أنا هذاك شكنت ناوي نعمل. الناس هذوما يلزمهم يقفوا عند حدهم. عشك مازال باش تشدوا برشا عماد. ما لقيناش حتى بروف على شونتاج. الجماعة ما خلاو حتى تراس. حتى بعد ما خرجنا الديتايم تاع التليفونات. النوامر اللي طلبوا منهم سي احمد واحد منهم ولاه ميت والثاني تاع واحد توريست عمالينا في تونس مشاو خليه. اي شنو باش تعمل؟ يلزم نحاول نوقف الحكم اكثر ما يمكن باش يقعد مده طويله في الايقاف. ديجا عملت مطلب باش يعمل تحليل ونخرجوا من تهمه الاستهلاك.
يدخل في الترويج. بالنسبة للترويج يلزم إثبات وجود شبكة هو يخدم فيها، معناه أشكون المزود، أشكون الكليونات، ومدام عماد ما استعرفش ما نجموش يثبتوها وتبقى الأبحاث جارية. أهلا أيمن. عسلامة بطول. لباس صباح. هيثم هوني. هي موجود. أنا طلع طبعا عيط له. ناس صباح شبيك؟ ما سمعتش بعمادة. سمعت حكي لي هيثم شوية ما فهمت حتى شيء. حتى أنا ما فهمت شيء. أكون أنت. خليكم. هيجا عندي ما نحكي معاك. فيش تتذكر الكلام اللي قلتولي على قيس؟ كيفاش تحبني ننساه؟ موضوع مهبلني ما كل مرة منش عارف شنو نعمل. البارح بريسك استعرف لي عرفته هو صاحب العمل. شبت لحد الحكاية؟ ليه؟ كيفاش تحبني نشبت كما حكيكي من هكاية؟ لتولى لقيت الدخلة دارنا كان يعرفوا عندي علاقة بمواضيك من هكا منش عارف شي يصير لهم. رد بالك تحكي مع حد. قيس قال كان توصل الحكاية يجبدني أنا وياك. شم دخلني أنا جربت مرة بركة ومعودش نعرف عليه. هو قال لي هكا تعرف كان ندخلوا في أمور كما هذه مشينا الزوز. أنت بكرة لي افتح وفتحناه ايه ده؟ 300,000 جنيه سحبتهم النهارده من البنك. انت سحبتهم النهارده من البنك وعايز انا اوديهم من البنك بكره؟ ما سحبتهم يعني عشان يقضوا معاك ويتمتعوا معاك يعني؟ انا خايف في الله. وي تقش قدام الدار يقف قدام شوية. عشرين مش 22 بلا بربي لهب وماشي دي لهبة. اسمع انت اش تعمل هوني؟ هلا ريام استنى في مروه ميسالش ما جبد من هنا ماهياش خرجت لك سافا شو بك تحكي هك؟ نبهت عليك مروه لا تقلقها ولا تبكي وهي من نهارتي تعرفك وهي تبكي. شكونك انت؟ شكوني انا يدي شبيك؟ شكونك انت؟ الاولاد ما دخلوش رواحكم خليهولي يجبد يا ودي. لا بنروح انت علاش خرجت له؟ جي شوف ايش يحب يا مروه والله كي ترجع له لاختي لا عاد تكلمك. يسقط يزب لا فضايح شكلوه وجه شكلوه. اطلع مروه مروه وياك شكوني وياك نخلت عليه ملق ننو في السلاع اللي جي للحوم. صاحبي راجل ارجل منو علخ شنو فين بورتابلوه عنده بورتابلوه يدينا بورتابلوه بورتابلوه يا هذا يمشي شكله ويقوى عليك ربي بب 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 من زهر عندك يا شكل كيف العبد له سيري مشاكل له. امشي مفتاح عشرين بلا ايه. وعليك السلام. ايه
هاي سعيكة خليني نقوم نحط لك الفطور. اقعد اقعد متعبش روحك مش هالقراج. هيام اخي بجدك شادة صحية في الخدمة مع العزيلة؟ خدمة طيارة ناخد في 5000 في النهار وبخلف بوربور متاع الكليونات. كنت راه قداش يحبوني. غالي بنيتي يعطيك القبول ومحبة الرسول. اخي مروحتك ما عملتش تليفونه؟ لا مش تهبلني الطفله. تقول ايش كاتبين ليها على الهوش؟ تدخل كضيف هاني انا نجيك شهمنا فيها. انت صغيره بنيتي وندادك مازالوا يقروا وحامله همي وهم الدار الكل. مش كيت لحد بالعكس عامله جو. لازم نرجع للخدمه. بري ربي معاك وربي عينك. حقا شفت شوقي قالي خد صفية مش هزور عماد. اما لبنيتي تعدي ليه وشوفيها تستحقش لينا في حاجة. ثما برا وليدي خلص اللي عليك الساعة تو جيتك جديد فندبر فلوس ونتفرهدو. شبيك تغزر لي ما عادش عندي فلوس. ادخل ادخل باب محلول. اهلا ريهام. عسلامة. شنو حوالك خالتي صفية؟ الحمد لله بنيتي الشدة في ربي الحمد لله. قابلت شوقي قالي ماشي زيارة العماد سلم عليه وعطيه القضايا هذي. يكثر خيرك بنيتي ويعطيك الخير. تعرف عماد ما يتكيفش. اش باش يقعد يعمل؟ تو يتعلم. يعطيك فرحة يا ريهام ضحكتني وبعيني في ضحك يا بنيتي. هاي بنتي نمشي وي. هاي كمل لي هدرتك. هذاك هو نهار اللي عيطوا لي المكافحة ما عودوش داروا بيا جبلة. الحكاية هذه محيرتني برشا. الولد تولد في ورطة كبيرة ونعش كيفاش باش تخرج منها. شنو مسخفك؟ مش حكاية مسخفني ما حبيتها تشوفها هكا حبيتها تشوفها بالضعف كما قال واحد من صحابي. أنت اللي وصلت الغادي. لازم تخليني هكا خرجت منها أنت. صراحة شفيق بس متحير خايف. ما تخافش كان كاع المدير الجديد ركحته. في بالك ساعات خاف منك انت؟ ساعات بركة اسمك ديما تخاف منك. مرحبا بيا في دار جديدة. بلوتو الفيلا جديدة نمبر 17. ملا عايشة كان العرك والمشاكل وبعد كل عركة دايما نجمو كو دي بونور. زعما قداش نقعدو فيها الفيلا هذي؟ ما يمش محلاها الفيلا من برا اما من داخل فارغة كتبل. كل شيء باساجي في حياتي الصحاب والاحباب ليسيات لك ما غدا كلاس
ما قعدت حتى شيء. كل شيء باساجي. فسخ عاد من الجديد. فديت منها العيشة هذه. نقل عاود نقل عاود عاركو مشاكل. نتخيل عيمات في الحبس. نهبل في مخي. في ناس حاب نقول لك حاجة ومانيش عارف كيفاش نقولها لك. فهمتكش؟ نعرف شكون وصل عناد لغادي. شنو؟ فرونشمون نعرف شكون حط الحراب في جيب عناد. شكون؟ أماني عايش أختي إيناس. الحكاية راهي خطيرة برشا. خاف نحكي لك تعاود. فاش قاعد تحكي؟ الطفل مرمي عنده شهر في الحبس وأنت تخزر وساكتة؟ حبس وهيبش. حكيت لك وندمت علاش تحب نشد الحبس على خاطر سي عماد تاعك. ما تشدش الحبس يا اخي. اش عملت انت؟ ما عملت شيء. لازمك عملت حاجه ما دامك سكت. الناس بربي صايب خوك شن دخلوا هو توا. شن دخلوا يا ماما؟ ولدك يعرف كل شيء وساكت. الطفل مستقبل تحطم جرت الاصحاب نتاعو. ميل فوا اش تي دي؟ ديجا في السواري نتاعك شفتني اش عملت معاه. اه اش بيك؟ اش تم؟ ولدك يعرف شكون حط الحراب شي العميد وما يحبش يتكلم. قلت له علاش ساكت؟ قال خايف على روحه وعلى ايمن. علاش خايف على ايمن؟ شيء ما فهمه فاهم. تكلم فيك. ناش خايفين انت وايمن؟ ربي خالد يزي خلي الكل. يا اخي احنا في محكمة توا. يا هاجر سيب تبلي خليني انا ولدي عايشك. ايش انا؟ كي هذه ما فهمتهاش. ايش؟ حسك هي عاش. فسرتي. تفضل. بابا ايمن دروقيف يخطي الحرب شمال قيس. اي ولدي سي شباب. خايف على ايمن وكهو ولا على روحك زادة؟ تكلم فيك راه سؤالي واضح. مناش خايف؟ مناش خايف؟ ما نكذبش عليك، ماتيرياليست شويه. انا مع عمري ما كنت نتصور روحي باش نخدم في رمليه على واحد عمره 26 سنه. يا اخي قد ايه عمري انا باش نقعد نضحي معاك؟ حتى شيء ما أستاذ. كل شيء بتجي في حياتي. الأصحاب، الأحباب. أنت في بالك كل شيء على ما قلتليش. علاش ما فهمتنيش؟ حاولت. حكيت معك برشا مرات. أنت ما تحبش تفهم. في مخك وعلى لسانك كلمة واحدة. لا لا لا. توا فات الفوت. ما عادش حب نحكي في حتى شيء. كان عندك فلوس أعطيني راني واحل. صرفوني سي شباب. اعطيني فلوس. بعدين ما عجبكش بلاش فلوس افتعل بيهم. قلت لك اعطيني فلوس. مضمض مانيش عندك حتى فرق. يا ربي نراني بعد ساعات نحب ننسى روحي شكون. اعطيني فلوس. تخبى والله لا ترى فرق. لا عادش تشوف الاخباع كيفاش. برا كسر راسك يا محلول. كسر راسك. اعطيني فلوس. كسري يا مربوط. قلت لك اعطيني فلوس. باش تمد لي فلوس ولا باش تمد لي فلوس ولا تمد فلوس ولا؟ شبيه بلي ولدك شبيه؟ تمد لي فلوس ولا يا قطنة؟ لا! جيزيري! هاي الدعم! جيزيري! هاو يا فيف! هاو المنبه! حاتي فلوس! حاتي فلوس! باش تمد لي فلوس ما نخرج إلا ما ناخد فلوسي! ما نخرج إلا ما ناخد فلوسي! باش تمد لي فلوس ولا؟ آخر مرة! آخر مرة! حاتي فلوسي تو! يا زين! قطلك حاتي فلوسي! قلت لك حاسي بفلوس فيها ساعة خيط فيها بطل وعاغي فيها تنسيق. شو مدولي فلوس ولا على هكا؟ على تعملوا فيها هكا؟ مدولي فلوس؟ مدولي فلوس؟ على هكا؟ حاسي بفلوس دول حاسي راني واحد. شو مدولي فلوس ولا على هكا؟ على تعملوا فيها هكا؟ مدولي فلوس؟ مدولي فلوس؟ على هكا؟ حاشي بفلوس توا حاشي راني واحد قلت لكم واحد. ها نوفي ولا قرع وانت حبو نصر صاحبي غول.
جربت مرة بركة وما عودتش، والله لا عودتها. ما قيس قال لي من كان نحل فمي. نبه عليه، تسمع فيه شي يقوله؟ نبه عليه، تحبوا يشهد باش يجبدوا معاها؟ كي تشهد وتبلغ عليه يحسبوك شاهد ويعملوا لك شيء، مش هكا بابا؟ هذا اللي نخمم فيه. يا زيد توخت علي ولدي باش ضايع طفلنا راهو. اسمع والله والله خالد، ما زلت نسمع حكايه هكا بليشتي ودار بابا نموت وما خليش اسمي واسم عائلتي يتمسخوا في جره الهمال. بابا اش معناها؟ باش نسيبوها؟ باش نعرفوا شكون نسكتوا؟ بابا اش بيك سكتت؟ اش بيكم سكتوا كلكم؟ اش معناها؟ فهموني تكلموا، شو تعملوا؟ Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo, que me riera. ¿Caja, hombre, Gino? ¿Azbuk, Zawo? Gino, ¿qué es el estudio? 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 نيزي من المرجة تاعك، عيفتني في روحي. ما نيزيش، شهر ما قعدتش معاك راس راس وما حكيناش، أيمن ما نجموش نكملوا مع بعضنا هكا. تعرف كيفاش؟ مش لازم نكمل. أيمن، نيزي خلي الطفلة رايدة. مروة تعرفني ما نحبش فيها رايدة. خليه. كل ما نجبد حكاية سيريوز يقول لي مش لازم. علاه رجعت لي كي ما عادش حاجتك بيا؟ تعرف كل يوم نسأل السؤال هذا، ما عرفتش علاش. مش عندها قتل. يق خلي الطفله تعمل جو. ليه خلي يروح؟ انا مانيش متحركه من هون. اقعد وحدك كمل سهري وحدك. هاي قيس اقعد لعبات بدات تتلف. شنو سيب لهني هيت هوني